معانا سؤال برضو، ما حكم القراءة من المصحف في الفروض؟ أنا أقرأ من المصحف في بعض الفروض بالترتيب عشان أقدر إن أنا أختم المصحف إن شاء الله. ما عليه الفتوى إنه القراءة من المصحف في الصلاة سواء أنا بصلي أكانت فردا أم نفلا جائزة، يعني سواء أنا بصلي الصلاة اللي هي الفروض الصبح الظهر المغرب وهكذا، الفروض اللي علينا أنا عايز أصلي من المصحف جائز، بصلي السنن بصلي ما أتطوع به جائز، يبقى سواء أنا هقرأ من المصحف في صلاة لصلاة الفريضة أو للنافلة مفيش مشكلة، جائز هذا الأمر ولا كراهة فيه. طب إيه الدليل؟ الدليل على ذلك ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، إن أم المؤمنين ستنا عائشة رضي الله عنها كان يؤمها عبدها ذكوان من المصحف، يعني عبدها ذكوان كان بيؤمها في الصلاة ويقرأ من المصحف، وده الدليل معانا على جواز ذلك سواء في الفرد أو النفل وهو ما عليه الفتوى. وده برضو عشان نبقى عارفين هو مذهب السادة الشافعية والمفتى به في مذهب الحنابلة، وهو جواز القراءة من المصحف في الصلاة للإمام والمنفرد. يعني إيه جواز ذلك؟ للإمام اللي بيأم الناس في الصلاة زي ما كان ذكوان مولى السيدة عائشة بيعمل، أو المنفرد اللي بصلي لوحدي فأنا عايزة أحط المصحف وعايزة أختم أو عايز أقرأ سور معينة وأقرأها في الصلاة، يبقى هو الأمر جائز في الصلاة للإمام والمنفرد، للإمام الذي يؤم الناس في الصلاة والمنفرد الذي يصلي لوحده، الإنسان اللي بيصلي لوحده لا فرق في ذلك بين كون الصلاة دي صلاة الفريضة أو إنها أنا بصلي سنة أو بصلي نافلة، ولا فرق برضو بين كون حافظ اللي هيعمل كده حافظ للقرآن أو غير حافظ. يعني ممكن يكون واحد حافظ للقرآن لكن مثلا عايز يثبت الحفظ بتاعه فبيفتح المصحف قدامه ويصلي منه رغم أنه حافظ، فهو عايز يقرأ من المصحف ربما بيسرح، ربما عايز يراجع، ربما عايز يثبت، ربما بيجيب الورد بتاعه ماضي أو جديد أو أي شيء، فيبقى لا فرق برضو بين الحافظ للقرآن وغير الحافظ في القرآن إذا أراد أن يقرأ من المصحف أثناء الصلاة. بس بننبه على شيء بسيط، يعني إن نخلي الحركة بتاعتنا وإحنا كده حاطين المصحف وبنقلب الأوراق المصحف تكون منضبطة في أضيق الحدود، يعني بلاش كثير الحركة في الصلاة، يعني بلاش ما يكونش معاها العمل الكتير اللي يخلي اللي يذهب الخشوع أو يؤدي بالإنسان أنه يعمل حركات يعني حركة مبالغ فيها بره حركات الصلاة المعلومة والمعروفة. فأنا بس وأنا بحط المصحف على حامل على ترابيزة قدامي مكان أقدر أن ما تبقاش الحركة فيها يعني كتيرة، نجيب المصاحف اللي بتكون نهاية الآية فيها بتكون مع نهاية الصفحة فعشان ما تقعدش انت تقلب كتير، يعني قدر الطاقة بحاول أبعد نفسي عن كثير الحركة في الصلاة حتى لا يذهب معها الخشوع وحتى لا أصنف أني كثير الحركة أثناء الصلاة. وينبغي التنبيه على مسألة مهمة عشان في ناس بتيجي تنكر لما بننقل بنقول أن ده مذهب الشافعية وأن المفتى بيه عند الحنابلة وتلاقي ناس تعترض على اللي بيعملوا كده. يعني أنا بنبه دايما وزي ما مشايخنا كانوا دايما بيعلمون إنه ما دامت المسألة مسألة خلافية فالأمر فيها واسع، وهذا الشرع الحنيف كله يسر، وهذا الاختلاف بين السادة الفقهاء للسعة عشان اللي ما ينفعش فلان الرأي ده ينفع غيره، فالمسألة فيها مسألة خلافية، فلا بالتالي ولما تقرر أيضا وما هو معلوم من إنه لا إنكار في مسائل الخلاف، فما ينكرش بعضنا على بعض، لا ما ينفعش تصلي من المصحف، أنت لو صليت من المصحف كذا وصلاتك، وهناك من أجاز وده واحد عايز يقرأ من المصحف، واحد عاوز يختم أقول له لا ما تختمش عشان أنت يعني تهوى رأيا آخر أو تحب أو تميل إلى رأي آخر، لا نضيق لا يضيق بعضنا على بعض. والمسائل الخلافية تسع جميع احتياجات الناس ورغبات الناس، وهذا من تيسير هذا الشرع الحنيف.